But from my perspective, what is so من وجهة نظري أعتقد أن التجارة بين البلدين من الآن وخلال الأعوام العشرة المقبلة ستشهد أفضل فترة تنموية لأن النمو الاقتصادي الصيني دخل حالة الوضع الطبيعي الجديد كما طرحت الصين مبادرة حزام طريق وذلك كله يعني أن هناك فرص كثيرة لتوسيع التعاون والاستثمار بين البلدين. ويعمل اللورد ساسون في قطاع المالية منذ مدة طويلة حيث عمل وزيرا للمالية البريطانية في فترة ما بين عامي 2010 و2013 وكان يسعى لدفع إصلاح النظام المالي في البلاد وفي حديثه عن الاقتصاد الصيني أكد ساسون أنه واثق من أن هذا الاقتصاد ما زال يقدم مساهمة كبيرة للنمو الاقتصادي العالمي على الرغم من تراجع نموه الاقتصادي نسبيا. أقول للجميع إنه إذا كان الاقتصاد الصيني ينمو بمعدل 7% كل عام فإن الحجم الاقتصادي الصيني زائد جديد قادر على بناء بريطانية جديدة كل 4 أعوام ما زالت الصين تمثل فرصة تجارية كبيرة على الرغم من تراجع نموها الاقتصادي. وأضاف ساسون أن الاستثمار الصيني في بريطانيا ازداد سريعا خلال الأعوام الثلاثة الماضية لتتجاوز قيمته خلال هذه الفترة ما كان عليه الحال خلال الأعوام الثلاثين الماضية لذا ترغب الحكومة البريطانية في جذب استثمار الشركات الصينية في السكك الحديدية الفائقة السرعة وقطاع المحطات النووية وغيرها من المشاريع. طبعا هناك شكوك حول دخول رؤوس الأموال الصينية إلى الأسواق البريطانية ولكنني أعتقد أنه مقارنة مع الاتفاقيات التعاونية الموقعة بين الجانبين فإن هذه الشكوك أمر صغير وهذا يعني أن بريطانيا ترحب بمشاركة الصين في أعمال التطوير والبحوث لهذه المشاريع.